احنا اولا سعداء في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب باش نديروا ان شاء الله الحمد لله المؤتمر الوطني ديالنا في اجواء جيده على المستوى التنظيمي من وراء ما فقدونا في الحقيقه التمثيليه ديالنا بطريقه غير منصفه. الحمد لله استطعنا نتجاوزوا هذيك الضربه الانتخابيه بسلام. اليوم الاتحاد الوطني قد نقول لك بانه في احسن حالاته وارتباطا بالسياق الاقتصادي والاجتماعي الحالي. عاد حنا الان كنفهموا مزيان علاش تم التعسف لنزع التمثيليه ديال الاتحاد باش ما يحضرش في القطاعات الاجتماعيه في الحوارات الاجتماعيه اللي للاسف الشديد اليوم الادوار ديال النقابات لم تعد مشرفه مطلقا. النقابه تقريبا قد نقول لك انها بوحدها اللي باقي ثابته في دفاعها عن مصالح الشغيله في مواجهه الحكومه اليوم اللي قدمت وعود بالطول والعرض للشغيله في الوقت اللي اليوم ما كنشوفوا والو. بالعكس كنظن انه ما كاينش شي حكومه اللي تضررت معها الشغيله المغربيه سواء في القطاع العام ولا القطاع الخاص بحال هذه الحكومه. وللاسف فواحد شبه انسحاب وشبه صمت مطلق في المشهد النقابي اللي حتى هو تم تنميطه بحال اللي تم تنميط السياسه وتنميط الصحافه وتنميط بزاف ديال القطاعات. فالرهان ديالنا طبعا هو تبقى النقابه حيه قويه مشعه، واليوم ان شاء الله غنجددوا لها المسؤوليه على المستوى الوطني سواء على مستوى الامين العام والمكتب الوطني، وغتستمر في اداء الادوار ديالها لان المشهد اليوم يحتاج الى نقابه قويه ومستقله.